باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول قال الرب كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه، وقال ايضا اطلبوا تجدوا، وصليت كتير لربنا وربنا لم يستجب. إذن ما هي الصلاة المستجابة اللي ربنا يستجيبها، وكيف ذلك، وما هي الطريقة؟ أول حاجة لازم تعرف إذا كانت صلاتك توافق مشيئة الله ولا لا، وجايز ربنا ما استجبش الصلاة دي لأنه بيحضر لك حاجة أفيد من كده، أكثر دفعا من اللي انت بتطلبه. جايز حاجة كمان انك انت محتاج لشيء من الصبر. الواحد ما يطلبش الطلب ولازم يستجاب في وقته، يؤمن ويستنى لما ربنا يختار الوقت المناسب. إبراهيم طلب ابن وأخذ الابن بعد 25 سنة، يعني مش ضروري في وقتها. إيليا النبي مع أن ربنا وعده بأن السماء تمطر لم يحدث هذا إلا بعد الصلاة السابعة. جايز ربنا عايز يعودك اللجاجة في الصلاة، وإنك أنت ما تزهقش بسرعة، ما تزهقش بسرعة. أنا من رأيي إنك تطلب الطلب وتنساه، تنساه في إيد ربنا وتسيبه هو يختار الوقت المناسب. جايز انت بتصلي صلاة وبينك وبين ربنا خصومة من اجل خطايا معينة، وربنا ينتظر منك انك تتوب على الاقل في هذه المناسبة اللي بتطلب فيها. حاول انك انت تصطلح مع الله وتطلب منه بقلب وإيمان وتقول له لتكن مشيئتك. كلمة لتكن مشيئتك في الصلاة الربانية ليها معنى عميق. كتير احنا بنفضل مشيئتنا الخاصة مش مشيئة ربنا. معلش ربنا يكون معاك وان شاء الله الحكاية تتحل. واحدة بتقول أنا فتاة موظفة ولي زميل غير أرثوذكسي وأخته بتحضر إلي في مكان عملي حتى تقنعني بالذهاب معهم إلى كنيستهم تبع مذهبهم، فماذا أفعل وما هو الرد اللائق منعا للإحراج؟ أنت تقولي لها ابحثي عن الأشخاص اللي ما بيروحوش خالص للكنيسة ووديهم الكنيسة. لكن إذا كنت أنا بحضر في الكنيسة بتتعبي نفسك ليه عشان تحوليني من كنيسة إلى أخرى؟ دوري على اللي ما بيروحوش خالص، ويبقى أجرك كويس في ربنا إنك جبتي ناس لربنا. لكن تحولي واحد من كنيسة لكنيسة دي يعني أي فخر لك فيه؟ وخليك حازمة في المواضيع دي، ما تخجليش. أو قولي لها تعالي أنت عندنا.
قالت لك لا قولي لها احنا الاصل. سؤال، هل ان تعدد الزوجات كان موجودا في المسيحية ومذكور في العهد القديم والعهد الحديث، وانه لا يحدد بزوجة واحدة الا بالمجلس الكنسي، علما بان هذه المقولة وردت في محاضرة خدتها في الكلية؟ احسن حاجة، انا وضعت لكم كتاب اسمه شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، فياريت تقرأ هذا الكتاب، واذا ما كانش معاك اهديك انا نفسي هذا الكتاب وتقرأ. وكاتب فيه ايضا اراء علماء كلية الحقوق وكرسي القانون المدني بان المسيحية ما فيهاش غير زوجة واحدة، وايضا حكم محكمة النقد في القضية التي رفعت سنة 78 وحكم فيها في 19 يناير 79، ومعروف حكم محكمة النقد ده بيعتبر كأنه سابقة قضائية مهمة، برضو اعتمدوا على ان لا ما فيش غير زوجة واحدة في المسيحية. والعهد القديم لا ننكر ان كان فيه تعدد زوجات تدرج الى وحدة الزوجة، وبرضو مكتوب فصل في الكتاب عن تعدد زوجات في العهد القديم وكيف تدرج الى الزوجة الواحدة. لكن في العهد الجديد لا يوجد آية واحدة اطلاقا تقول ان في تعدد زوجات، مفيش. ومنين ما المسيح كان بيتكلم عن الزوجة كان بيتكلم باسلوبه المفرد، يعني مثلا يقول من ترك ابا او اما، لان ملهوش غير اب واحد او ام واحد، او اولاد او اخوة او اخوات او زوجة، ففي الاولاد يحط الجمع، في الاخوة في الاخوات يحط الجمع، في الاب والام والزوجة يحط واحدة بس. وايضا القانون الخاص بالطلاق لما يقول من طلق امرأة لغير علة الزنا وتزوج باخرى يجعلها تزني فانه يزني. فلو كان في تعدد زوجات يبقى سواء الطلاق ده شرعي او غير شرعي تعتبر التانية زوجة تانية. لكن ليه بيقول فانه يزني؟ لان الطلاق الاول مش شرعي يبقى ما زال ثابت على الزوجة الاولانية، يبقى لما ياخد اخرى يبقى بيزني. اقرأ الكتاب فيه حاجات كتيرة خالص، ده كتاب كبير كده وفيه اقوال الاباء وفيه ايات وفيه حاجات كتير. انا مرة بقول لواحد من المستشارين اصدقائي مش مسيحي هو يعني، وبقول له اهديت، كنت اهديته الكتاب، وبقول له خد الكتاب شريعة الزوجة الواحدة، قال لي بتاع ايه ده؟ قلت له عشان الواحد ما ياخدش غير زوجة واحدة، قال لي احنا قادرين على الواحدة، لما ناخد ازيد من واحدة. واحدة بتقول لو تسمح وارجو انك لا تكسفني في طلب هذا، والدتي مريضة ومنيتها انها تقابل حضرتك مقابلة خاصة لانها لا تقدر ان تمشي بسبب بتر رجل من رجليها، واطلب منك انك توافق على مقابلتك ليها لانها دايما تقول نفسي اقعد مع البابا لكي احكي له كل ما بداخلي، وطلبت مني ان اكتب لك هذه الرسالة. حاضر، بس وقت اكون فاضي عشان لما تحكي لي ما يكونش حد تاني ورايا. بعد الغطاس ان شاء الله، لان الاسبوع ده هصلي غطاس في اسكندرية ومش فاضي، وبقي قولي لي تاني واشوف لك بعد.
واحد بيقول نبه كاهن في كنيستنا ان عيد الختان عيد سيدي ولا يصام ولا يؤكل فيه فول او شيء بالزيت. ليه بس؟ هل هذا صحيح؟ هو صحيح عيد الختان هيجي السنه دي يوم جمعه، والاعياد السيديه الكبيره هي اللي احنا ما بنصومش فيها. لكن لو انت اكلت فول بزيت لا تكون قد ارتكبت خطيه مميته، يعني نوع من المبالغه. يعني نوع من المبالغه. احنا صوم الاربع والجمعه ما بنكسروش غير في عيد في الاعياد السيديه الكبيره، يا دوبك عيد الميلاد والغطس. يعني انا افتكر الاب ده يدعو الناس للصوم، مش يدعوهم انهم لو صاموا تصب عليهم الويلات. ايه اللازمه دي يعني؟ طب ما الاباء الرهبان كانوا بيصوموا السنه كلها، يعني دي فيها حاجه. واحد بيقول هل يجوز للكاهن ان يحمل المناوله ويسوق عربيته لمناوله مريض على فراش الموت ان تعذر وجود من يسوق له؟ إن كان يجوز فهل يمكن أن تتكرم بتبليغ هذه الرسالة لكنائس المهجر؟ وطلبوا من القسيس إنه يجي لهم، ما كانش ليه حد يسوق، فقال لهم ما أقدرش أودي المناول. لا ما فيهاش حاجة طبعا، لأن أنا مش شايف في أي مانع يعني. ابقى ابلغهم دي، بس يا ريت تقول لي اسم القسيس ده وانا اكلمه. واحد بيقول ليه ابن اخ والده متوفى والتحق بجامعه بيروت بالاسكندريه ونريد ان نلحقه باحد بيوت الشباب بالكنيسه لانه شيء، ونريد ان يكون في مكان امين ورعايه ورقابه. ارجو كارت او كتاب توصيه لايجاد المكان الامين. ممكن ان احنا ندخله بيت الطلبة، لكن لو اتشق هناك وكسر الانظمة هيطردوه. يعني مفروض انه يخش يعرف ان بيت بتاع كنيسة له نظام يلتزم بيه وما يلخبطش، على اعتبار ان جايله توصية مني. يقول ده احنا محميين بالتوصية. لا، يخش يخضع للقانون، وان لخبط هيطردوه. ما نقدرش نضيع البيت كله من اجل واحد. واحد بيقول انا انسان من الصعيد، ومن المعروف اننا في الصعيد بيزوجونا ونحن صغار، فتزوجت من بنت عمتي وانا كنت صغير ولم اعرف شخصيتها ونحن اناس جهلاء، وعندما تزوجت لم يكن لي حرف اي مصدر رزق، وحصلت مشاكل بيني وبينها، ويضاف الى ذلك انها غير جميله. بيقول انجبت منها ثلاث اولاد وبنت، يعني اربعه، واريد الطلاق منها ونرجو الحل، نرجو من قداستكم الحل في ذلك. بيقول وما مصير الاولاد وما ذنبهم؟ شوف يا ابني، ممنوع عندنا الطلاق للأسباب اللي أنت قلتها. ممنوع. أنت مفروض تحب بنت عمتك، وهي مش ذنبها إن شكلها مش عاجبك. مش عارفين أنت شكلك كمان عاجبها ولا لأ. يعني لازم تحب بنت عمتك، وأيضا تخلص ليها وتهتم بمستقبل اولادك. دول اربع عيال، ثلاث اولاد وبنت، يروحوا فين؟ وما تضيعش العيله علشان مزاجك يعني. ونقطة
نقطه عايز اقولها لك فدي في حكايه غير جميله. يعقوب اب الاباء اتجوز ليه او رحيل، وكانت ليه شكلها مش كويس، وكان عينيها عندها ضعف في العينين، وكان هو بيحب رحيل، لكن لم يطلق ليه. ادي نمره واحد. نمره اتنين، ان المسيح جه من نسل ليه، المسيح جه من نسل ليئة اللي هي مش جميلة وعندها ضعف في العينين. وأيضا سبط الملوك كله، سبط يهوذا جه من نسل ليئة، وسبط الكهنوت كله، سبط لاوي جه من نسل ليئة، وربنا عوضها عن عدم محبة زوجها ليها، فأحبها ربنا بالأكثر. دي بنت عمك يا ابني، دي لحمك ودمك وعظمك، إذا كنت أنت تعملها بالشكل ده أمال الغرب يعملوا إيه؟ تعقل كده وتروح تقول لها أنا عندي أمر إن أنا أحبك بالأمر. ما تقولهاش كده طبعا، تقولها انت بنت عمي ولحم ودم. واحدة بتقول انا ملتزمة بوصايا الله خوفا من العقاب في الآخرة وليس حبا في المسيح، فأرجو تصحيح ذلك. ما فيش مانع انك تبتدي بالخوف وبعدين هتوصلي فيما بعد للحب، فالكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله، والخوف لم يمنعه الرب، بل قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد كده ما يستطيعوش يعملوا حاجة تاني، لكن أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي يستطيع أن يلقي الجسد والروح كليهما في جهنم، من هذا خافوا، يعني كررها ثلاث مرات. فمخافة الله مش وحشة، لكن تبقى درجة، درجة يتطور منها الإنسان إلى الحب، وكل ما تطوع وصايا ربنا تجد فيها لذة، تبتدي تحب وصايا ربنا وبعدين تحب ربنا تبعا لذلك. فمش عيب إنك تبتدي بالمخافة. بيقول ما تفسير الآية التي تقول الذي يغفر له قليل يحب قليلا؟ دي قالها المسيح في كلامه مع سمعان الفريسي، قال له واحد مد كتير واحد مديون بقليل، قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له أظن الذي سامحه بالأكثر. قال له بالصواب أجبت. وقارن بينه وبين هذه المرأة اللي غفر لها كتير فأصبحت تحب كتير. كل ما تشعر أن ديونك كتيرة وربنا تنازل عنها كل ما تحب كتير. لكن هل معنى كده أنك أنت تخطي كتير علشان يتغفر لك كتير وتحب كتير؟ لا طبعا، لأن ممكن تحب ربنا لأسباب أخرى غير المغفرة، تحبه من أجل إحساناته، تحبه من أجل أن هو خلقك، تحبه من أجل أن هو فداك، تحبه من أجل أن هو يرعاك باستمرار، تحبه من أجل وعوده، وعوده الكثيرة ليك في الأبدية. تحب ربنا مش من أجل حتى عطاياه، من أجل أن هو أبرع جمالا من بني البشر، من أجل
قداسة ربنا غير المحدودة، محبة ربنا غير المحدودة، قوة ربنا غير المحدودة، أسباب كتير تخليك تحب ربنا. بيقول ما قصة الوقوف دقيقة حدادا التي يتبعها أهل العالم؟ يعني واحد مات يقفوا دقيقة حداد، يعني هو لعل السبب فيها إن أثناء الوقوف دقيقة دي يترحم عليه، يطلب له الرحمة من ربنا، يصلي من أجله، يذكر خيراته، حاجات زي دي. وبصفة إن الناس ما يقدروش يوقفوا كتير في حاجة زي دي، يا دوبك أهي الدقيقة حاجة رمزية، يعني إن يقف يصلي من أجله في الدقيقة ويفتكره في الدقيقة. واحدة بتقول إلى الأب الفاضل، أنا أخت ست أنفار، والدي متوفي وأمي شغالة في مجال غير مشروع، شغالة شحاتة في الشارع، وأنا مخطوبة لواحد وممكن إن هو يسيبها علشان أمه، يعني أنت عرفينا بأمك وإحنا نشوف لها معيشة تساعدها في حياتها بدون الشحات. فممكن تفوت ونشوف ايه حكاية امك وايه احتياجها. واحد بيقول يوجد شقة اتقتلت فيها سيدتان، وقد حضر أساقفة وصلوا فيها، فهل إذا سكن فيها ناس تكون خطرة؟ مع العلم إن العيلة اللي هتسكن فيها زوجة وزوج وبنتين وولد، والبنت الصغيرة يوجد عندها خوف من هذه الأشياء، وهم ليهم فترة كبيرة لا يعرفوا التناول إلا أخوه. لا ما تخافوش، لا هيعملوا لهم إيه؟ دي من قصص الأرواح اللي بتسمعوها وبتضيعكم. تفتكروا إن يعني واحدة اتقتلت ومروحها هتيجي؟ لا، ما كل دي خرافات، ما تخافوش منها أبدا. ما دام جم الآباء وصلوا فيها ما تخافوش من حاكلة. واصل اللي اتقتلوا دول مالهم بيك؟ هو ماتوا وراحوا، هو بعد ما ماتوا هيطلعوا تاني. لا تتعبكم إلا أفكاركم وأوهامكم والقصص اللي بتسمعوها على الأرواح اللي الجوالة واللي بتطلع تروح هنا وتلبس في جسد، كل دي قصص خرافية ما تصدقوهاش، ما تخافوش. مفيش حاجة زي دي. انتوا بتصلوا وبتقولوا انه اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. الانسان المؤمن لا يبالي بشيء، لا يخاف من شيء، ده يطرد الشياطين والشياطين تخاف منه. ابتدوا صلوا المزامير في الشقة وصلوا باستمرار ليل ونهار، الصلاة تعطيكم اطمئنان وما تخافوش من حاجة. احنا مستعدين نعمل لكم بعثة تروح البيت وتستفرد بالشياطين دول وتعفرطوا.
ناس بيقولوا نحن من الناصرة بلد البشارة ونحمل لقداستكم رسالة من جمعية ماري مرقس لقباط أرثوذكس بالناصرة ونرغب نوال البركة والنعمة. ممكن بعد الاجتماع أشوفكم، أهلا وسهلا. نرحب بيهم ونرحب بأخوتنا حوالي 40 واحد من كلية لاهوتية في هولندا جايين يحضروا معكم هذا الاجتماع. اتفضلوا نقول اي ترتيلة ونشتغل. لسه حاجة تانية. لا شوف، انا اتفقت معاكم على اني اديكم ايات. اديكم ايه؟ وتحفظوا الايات. الايات دي ناخد ايات عن الميلاد والغطاس، يعني بالحروف بتاعت الميلاد الغطاس. الالف طبعا موجود منها كتير، الالف موجود منها كتير، يعني مثلا انتم نور العالم. انتم ايه؟ نور العالم. لو واحد عايز ياخد اكتر من كده يقول انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة لكي يضيء لكل من في البيت، هكذا فليضع نوركم قدام الناس لكي يرى الناس اعمالكم الحسنة. ده لو عايزين تمشوا فيه. طب بلاش، خدوا أنتم نور العالم أو أنا نور العالم، دي محفوظة. خدوا الله محبة محفوظة. خدوا آية اكشف عن عيني لألا تعاين الأباطيل، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك، اردد عيني لألا تعاين الأباطيل، القي على الرب همك وهو يعولك. كويسة دي، القي على الرب همك وهو يعولك. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. أظن الألف دي فيها كتير. الميلاد والغطاس، يبقى اللام. آية كويسة، لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. دي ميلاد، ميم ياه وبعدين غطاس. الميم مثلا محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي، مبارك الآتي باسم الرب، من يأكل جسدي ويشرب دمي يسكت فيه وأنا فيه، من آمن واعتمد خلص. ابتدوا احفظوا، بعدين هقول لكم كلكم تقولوا. الميلاد ميم يه، يداك صنعتاني وجبلتاني، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا. ماشي الكلام، أنا بكتبهم في ورق عشان أطالبكم بيهم، عشان أشوف إيه الحاجة اللي أنا اديتها لكم. لا دي موجود فيها كتير، لا تقتل،
لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي مال قريبك، فيها حاجات كتير. ممكن في الألف برضو تقول اذكر يوم السبت لتقدسه. هنبقى ناخد بعدين في اللادي. الدال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن المثل هؤلاء والقدس. خلصنا من دول. الغطاس: ألف لم قلناها، الغين والطه والسين. غين: غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. غيرة بيتك أكلتني، غيرة بيتك أكلتني. طه دي موجود فيها كتير، طوبى للمساكين بالروح، طوبى لأنقياء القلب، موجود كتير خالص، تجدوها في متى إصحاح 5. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، كتير يعني. طوبى للمتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. الطهد كتير، والألف موجودة قلناها. السين: سبقت عيناي وقت السحر لألهج في جميع أقوالك. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبح الرب يا أورشليم، سبحوا الرب فإن المزمور جيد. في حاجات كتير. هبتدي أرجع لكم الحاجات دي في المرة الجاية ونشوف حفظتوهم ولا لا. الأسبوع الجاي يوم الأربعاء الجاي هيكون يوم عيد الغطاس، وأنا هصليه في اسكندرية. فعندكم الأربعاء الجاي أجازة، وإن شاء الله المرة دي أكلمكم عن الغطاس، لأن كلمتكم عن الميلاد يوم العيد، والغطاس أكلمكم عليه المرة دي، ونبقى خالصين. وكل سنة وأنتم طيبين. طب نقول أي ترتيل وبعدين نخش في شغلنا. زي بعض النتائج اللي انا ما مضيتهاش لكم قد كده، هسيبها لكم برضو مع الاستاذ بايس، تقدروا تفوتوا عليه تاخدوها منه. كتير اسئله كتير على الحاجات دي. في عيد الغطاس أو عيد العماد، أو يسمونه أيضا الإبيفاني، عيد الظهور الإلهي. ناخد شوية تأملات بسيطة في دي. أول حاجة، معمودية يوحنا كانت للتوبة. فأول درس ناخده من قصة عماد السيد المسيح أهمية التوبة في حياة الإنسان، على اعتبار أن التوبة هي بدء علاقة مع الله وترك القديم كله للبدء في حياة جديدة. وكويس ان احنا ناخد درس عن التوبة في اول العام عشان نبتدي عام جديد بداية طيبة. طبعا مش هخش معاكم في تفاصيل التوبة، لان دي انا عملت لكم كتاب عنها تقدروا تقروا. إنما أحب أن أقول إن التوبة ليست مجرد ترك الخطية
إنما كمال التوبة هو كراهية الخطية. جايز واحد بيترك خطية ولا يزال يشتهيها في قلبه، لكن التوبة الحقيقية إن الواحد يكره الخطية. وعشان يكره الخطية لابد إن محبة الله تملك قلبه، فمحبة الله تحل محل محبة العالم والجسد ومحبة الخطية عموما. إذن علشان الواحد يتوب لازم يتدرب على محبة ربنا. أيهما أسبق؟ كل السكة موصل بعضها، يعني أنت لما تترك الخطية تبتدي تخش في محبة ربنا، ولما تحب ربنا هتترك الخطية. بأيهما تبدأ تصل للآخر؟ وكانت التوبة لازمة كإعداد الطريق لقبول السيد المسيح، ولذلك قيل عن يوحنا المعمدان إنه يهيئ للرب شعبا مستعدا، يهيئ للرب بالتوبة. وصدقوني العالم كله يحتاج إلى توبة، العالم كله يحتاج إلى توبة، والمسيحيون أيضا يحتاجون إلى توبة لكي يقدموا الصورة النقية المثالية للعالم كله. المفروض إن أولاد الله تكون لهم صورة الله، والمفروض إن يضيء نوركم قدام الناس فأعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هنا ونحن نطوب القديس يوحنا المعمدان، لأنه في فترة شهور قليلة استطاع أن يقود الشعب كله للتوبة. في قصة العماد نرى أيضا قوة الخدمة، قوة الخدمة. يوحنا المعمدان بدأ عمره 30 سنة، بدأ عمره 30 سنة، والمسيح بدأ عمره، بدأ الخدمة يعني، بدأ عمره 30 سنة، والفرق بينهم 6 أشهر. ففي 6 أشهر دول كان يوحنا المعمدان استطاع يقود آلاف وشعوب وبلاد كتيرة للتوبة. بيقول الكتاب: حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. يعني استطاع انه يخلي الرسالة والخدمة تصل الى اورشليم واليهودية والاردن وكل القرى المحيطة، كل دي في 6 أشهر، كل دي في 6 أشهر. يوحنا المعمدان كان خادما قويا في خدمته، يتكلم عن حق الله بلا مجاملة، ويوبخ الخطاة بكل قوة، لأن أيضا كان رجل عايش بار، مش لاقين فيه عيب يردوا له على التوبيخ بتاعه. قوة الخدمة بتاعت يوحنا المعمدان، قوة الخدمة بتاعت يوحنا المعمدان ربما ترجع إلى أسباب كثيرة في شخصيته، في مواهبه، في النعمة المعطاة ليه، لكن لعل في مقدمة الأشياء في نجاح يوحنا ما قيل عنه إنه
من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. يوحنا المعمدان من بطن أمه كان ممتلئ من الروح القدس، وهو في بطن أمه ارتكض بابتهاج للقاء المسيح وهو في بطن العذراء. دي حاجة تخلي العقل يقف كده ومنزهق. الجنين في بطن اليصابات يحيي الجنين في بطن العذراء. بأي معرفة، بأي تقوى، بأي عبادة؟ من بطن أمه يمتلئ من روح القدس. وأيضا كان نذير الرب، الله اختاره قبل أن يولد من أجل رسالة أعدها. اختاره قبل أن يولد من أجل رسالة أعدها، تماما مثلما قيل أيضا عن أرميا النبي. شوفوا ربنا يقول لأرميا إيه، يقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. ايه ده؟ واحد قبل ما يخرج من بطن امه ربنا عارفه ومختاره ومقدسه وعامله نبي للشعوب وهو في بطن امه. ده أرميا تمام زي يوحنا، من بطن أمه ربنا عرفه واختاره وقدسه وجعله نبيا للشعوب. كتير منكم ساعات يسألوا امتى ربنا يختارني للخدمة؟ دول ناس اختارهم ربنا وهم في بطون أمهاتهم، زي ما ورد في رمية 8: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. ربنا عارفه، عارف العينة بتاعته هتبقى ايه، عارف العينة بتاعته هتبقى ايه. وقال المسيح عن يوحنا انه افضل من نبي، قال عنه انه افضل من نبي، وقال عنه انه اعظم من ولدته النساء. لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا. ومع ذلك هذا الرجل العظيم او اعظم من ولدته النساء لم يسمح له الرب ان تستمر خدمته، متهيألي بالكتير سنة، يعني في 6 أشهر كان ابتدى هيعمد المسيح، وبعد كده ابتدى يرتب نفسه انه يسافر يروح يسلم العروس للعريس وهو يودع. عجيب ان ربنا لا يجعل خدمة رجل عظيم مثل هذا تزيد عن سنة تقريبا ويكتفي. يقول له أنت قدمت مثالا للخدمة الناجحة، يكفي هذا المثال اللي قدمته، أنا مش عايز منك أكتر من كده. ربنا يقول له إيه؟ أنا مش عايز منك أكتر من كده، أكتر من المثال العجيب اللي أنت قدمته. خدمة فيها شجاعة، فيها قوة، فيها نتيجة سليمة إلى آخر. في صفة تانية كانت لطيفة جدا في يوحنا المعمدان نجدها في قصة العماد، وهي إنكار الذات، يختفي لكي يظهر المسيح. كتير من الخدام يخدمون ويبنون أنفسهم
عايز الخدمة تبنيه وتظهره كإنسان كبير وإنسان صاحب مواهب وخادم ناجح. لكن يوحنا المعمدان كان يختفي لكي يظهر المسيح، كان يتابعه المديح في كل مكان فيحول المديح للمسيح، يقول لهم يأتي بعدي من كان قبلي، من هو أقوى مني الذي لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حزام. غالبيتكو خدام، ياريت الواحد يضع أمامه أن المسيح هو اللي يظهر وشخصية الخادم هي اللي تختفي. كل ما كان يملأ قلب يوحنا هو المسيح. ازاي المسيح يستلم عروسه اللي هي كنيسته؟ ولذلك لما المسيح ابتدى خدمته والناس التفوا حواليه من كل مكان، راحوا ليوحنا قالوا له ان انت عمدته في الارض، ان الناس كلها ماشيه وراه. قال لهم ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. ده انا جاي علشان كده، ده انا افرح واسر. الذي من فوق هو فوق الجميع، انا انسان ارضي، انا شويه تراب ورمال، انا وظيفتي كلها ان انا اجهز العروس عشان اسلمها للعريس. زي واحد عروسة كان بنت يقفوا جنبيها ويوضبوها ويلبسوها ويمنتجوها ويمكيجوها ويوضبوها، ولو حد مدحنا حد من الستات يقولوا لا ده هي العروسة كل حاجة، هي اللي تظهر في الصورة. عشان كده مش أصول في أي فرح من الأفراح تكون واحدة متوضبة أكتر من العروسة أو لابسة أحسن من العروس، لازم تختفي لكي تظهر هذه. ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. أنا مجرد خادم للكلمة. دي برضو عزة تعطى للخدام. في قسيس في كنيسة جايز يفتكر إن هو رب العرش وصاحب السلطة والصولجان وينهى ويأمر ويقول لهذا اذهب فيذهب وذاك تعالى فيأتي. لكن ربنا ما قالناش ان الخادم هو صاحب الكنيسة. في مثل الكرم والكرمين بيقول ربنا ترك الكرم الى وكيل، تركوا الايه؟ وكيل. فالخادم في الكنيسة مجرد وكيل، وصاحب الكرم هو ربنا. الخادم ليس صاحب الكرم، صاحب الكرم ربنا، وده مجرد وكيل. يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ مجرد خادم. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، مع أنه وكيل لكنه عبد زي الباقيين، خادم. ولهذا نجد الكتاب المقدس يصف الرسل الكبار الجبابرة كلهم بأنهم خدام. صحيح هم رؤساء الكنيسة لكنهم خدام. بولس الرسول يقول أعطانا خدمة المصالحة، احنا مجرد خدام. أعطانا خدمة المصالحة. الرسل الاثني عشر ساعة رسامة الشمامسة قالوا أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة. مجرد خدام
وبولس الرسول يقول خدام لسرائر المسيح، خدام بنخدم الأسرار المقدسة. والكاهن بيسموه خادم المذبح، خادم الهيكل، خادم الكلمة. يوحنا المعمدان على كل عظمته لم ينسى إطلاقا أنه مجرد خادم، لم ينسى هذه الحقيقة وهو في بطن أمه حينما ارتكض بابتهاج يحيي هذا الجنين في بطن العذراء، ولم ينسى أنه خادم وسط العظمة الكبيرة المحيطة به، مجرد خادم. يأتي بعدي من هو أقوى مني، من كان قبلي الذي لست أنا مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاءه. دي بقى تعطينا فكرة عن تواضع الخادم في خدمته. فقصة العماد أولا تعطينا فكرة عن أهمية التوبة، تعطينا فكرة أيضا عن روح الخادم، تعطينا فكرة أيضا عن تواضع السيد المسيح. الواحد يقف منزهق، إزاي السيد المسيح بيجي المعمودية التوبة؟ إزاي الذي بلا خطية وحده، اللي قال للناس من منكم يبكتني على خطية، ده جاي لمعمودية التوبة ليه؟ هو ماله بيه؟ ملهوش علاقة بالتوبة أبدا، ولم يفعل شيئا خاطئا يتوب عنه، ولكنه أتى لأسباب. أول سبب أتى ينوب عن البشرية كلها في تقديم توبة لله الآب، ناب عنا في الصوم وهو لم يكن محتاجا إلى صوم، وإحنا بنصلي نقول صام عنا 40 يوما و40 ليلة، لم يكن محتاجا أن يقهر الجسد لأن جسده في أسمى حالات السمو، ولكنه صام نيابة عنه، وقدم إلى معمودية التوبة نيابة عنه. من ضمن الأشياء الهامة اللي كانت أمام السيد المسيح أنه يقدم للعالم نموذجا للإنسان الكامل، ويقدم للآب صورة الإنسان الكامل الذي لا يعصاه في شيء. آدم سقط بالعصيان فجاء المسيح بالطاعة يصحح خطأ آدم، آدم سقط بالكبرياء فجاء المسيح بالتواضع يصحح قضية آدم، آدم سقط بالأكل فجاء المسيح بالصوم يصحح خطية آدم، آدم سقط بنسيانه لوصية الله، المسيح في تجربة قال كما هو مكتوب، كما هو مكتوب مكتوب أيضا. جه ينوب عن البشرية يقدم للآب صورة الإنسان الكامل. من أول ما سقط آدم والخطية بدأت تزحف في العالم كله إلى أن أخطأ الجميع، والكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. عشان كده جه السيد المسيح يقدم صورة البشرية الصالحة، ابن الإنسان الصالح أمام الله الآب. عشان كده إن كانت الخطية الأولى قد أوجبت غضب الله من البشرية،
غضب الله من البشرية، انه طرد ادم وحواء، انه غضب على العالم بالطوفان بحرق سدوم الى اخره. فالسيد المسيح جاء يقدم رضا الاب عن البشرية، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كم كان الاب مشتاقا ان يرى هذه الصورة، صورة البشرية الذي يطيع كل الوصايا، الذي يقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، الذي يتقدم إلى معمودية التوبة وهو بلا خطية، الذي يكمل كل بر. يكمل إيه؟ كل بر. السيد المسيح كما كان كاملا أمام الله الآب، كان أيضا كاملا أمام البشر. لا يحب أن أحد يمسك عليه غلطة، لو ما كانش يتعمد كان يقول ما هو، وده ما جاش لمعمودية التوبة ده الآخر يبقى ناقص في تدبيره، لو ما كانش صام يقول ده ما بيصومش ده ناقص في عمله الروحي. ده كان يصلي وهو الذي يستقبل كل صلاة، أيضا لكي لا يقول الناس إنه لا يصلي. صلاة نوع من المناجاة مع الله الآب غير صلوات البشر. لذلك قال لي يوحنا اسمح الآن، لأنه ينبغي أن نكمل كل بر. يوحنا طبعا كبير عليه، يلاقي المسيح جاي يعتمد منه، ده ايه ده؟ ده أنا يا رب المحتاج إن أنا أعتمد منك، أنت تيجي تعتمد مني ده كلام؟ وأراد أن يعتذر عن الأمر، فالمسيح يقول له اسمح الآن لأنه ينبغي أن نكمل كل بر، يليق بنا أن نكمل كل بر. عبارة اسمح الآن تعطينا فكرة عن أدب المخاطبة. أدب المخاطبة، المسيح يقول لي يوحنا اسمح الآن. في بعض الترجمات الإنجليزية للعبارة دي يقول له سفر، مش يقول له اسمح، يعني بيرميت مثلا جاي، لا دي سفر. سفر يعني احتمل الحكاية دي، معلش عشان خاطر انت مش قادر تحتمل انك تعمد رب المجد، لكن احتملها عشان خاطر، احتملها عشان خاطر، لأنه ينبغي أن نكمل كل بر. وعبارة ينبغي أن نكمل كل بر تعطينا فكرة عن رسالة المسيحي في علاقته مع الله والناس، يكمل كل بر. يعني في إنسان مشهور بفضيلة معينة ممتاز فيها، وإنسان مشهور بفضيلة أخرى، لكن المسيح فيه كل بر، نكمل كل بر، وعايزنا كده، ينبغي أن نكمل كل بر. ولذلك من الأشياء الجميلة أن السيد المسيح في صلاته الطويلة في يوحنا 17 في مناجاته مع الآب يقول له العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كملنا كل بر، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ولكي يكمل كل بر لابد أن يتعرض للتجربة وينجح فيها، ويتعرض لإغراء الشيطان وينجح فيه عشان يكمل كل بر. ليس فقط البر الإيجابي في صنع الفضيلة، إنما أيضا البر في محاربة الخطية ومحاربة الإغراء ومحاربة ما يقدمه الشيطان.
اسمح الآن. اتنين بيتوضعوا لبعض، يوحنا بيتوضع للمسيح والمسيح بيتوضع ليوحنا. يوحنا يقول له أنا المحتاج اللي أنا أعتمد منك، والمسيح يقول له اسمح الآن ينبغي أن نكمل كل بر. صورة عجيبة جدا. تواضع يوحنا المعمدان أمام المسيح كما تواضعت أمه أليصابات أمام أم المسيح والدة الإله العذراء مريم. كلها عيلة ماشية كده. في فرق بين تواضع يوحنا المعمدان وتواضع المسيح، فرق كبير. تواضع المسيح هو تنازل، ينزل من العلو للأرض، ده تواضع المسيح، إن يخلي ذاته، إن وهو الكبير يقف كصغير، ده تواضع المسيح. لكن تواضع يوحنا المعمدان هو إنه يعرف قدر نفسه، مش بينزل، هو ما بينزلش، ينزل ايه، ما هو بشر، لكن يعرف قدر نفسه. وهكذا قال الآباء، قالوا التواضع هو إن الإنسان يعرف نفسه. ليس التواضع إنك تعتقد إنك كبير وبتنزل عن العظمة بتاعتك شوية، ده شعورك إنك كبير فيه كبرياء، وشعورك إنك بتنزل فيه كبرياء. لكن التواضع الحقيقي إنك تعرف قدر نفسك، تعرف إنك شوية تراب ورماد ما زدتش عن كده، وتعرف إنك إنسان خاطي ما زدتش عن كده. في كلمة تواضع جميلة في كلام يوحنا، بيقول له إيه؟ أنا المحتاج إني أعتمد منك. عبارة منك دي طبيعية، لكن أنا المحتاج أن أعتمد، دي معناها إيه؟ معناها إن يوحنا بيعترف أمام المسيح إنه إنسان خاطئ، يوحنا يعني إنسان خاطئ، وإنه محتاج لمعمودية التوبة زي الناس اللي بيعتمدوا منه بالظبط. يعني في خادم يدعو الناس إلى التوبة، ودي رسالته، لكن يوحنا بيدعو الناس إلى التوبة وبيقول وأنا أيضا محتاج إلى توبة، وأنا أيضا محتاج إلى توبة، أنا محتاج أن أعتمد منك. تعتمد إيه؟ معمودية التوبة. أنا أمسك هذا الكتاب المقدس كله وأبحث عن خطية واحدة ليوحنا المعمدان تحتاج لتوبة، ما لقيش. لكنه يعترف أنه محتاج إلى معمودية التوبة. ليس أحد بلا خطية وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض. الإنسان الذي يظن أنه بلا خطية هو أحوج الناس إلى التوبة. أنا المحتاج أن أعتمد منك. موقف جميل من الروعة، روعة الروحيات. تعطينا قصة المعمودية أيضا فكرة عن معاملة الكبار للصغار، إزاي المسيح اللي هو أكبر الكل يتعامل مع يوحنا اللي هو أصغر منه.
بكل لطف، بكل ذوق، بكل اسلوب رقيق لطيف يتعامل معه. وبعدين يقول له يليق بنا ان نكمل كل بر. طب ممكن يقول له يوحنا يليق بك ان تكمل كل بر، لكن يليق بنا احنا الاثنين لازم نكمل كل بر. صدقوني انا واقف قصاد العباره دي مكسوف على الاخر. ايه ده؟ امال يوحنا كان ايه ساعتها؟ ده تلاقيه كان ميت في جلده قصاد الكلام اللي المسيح بيقوله له. تكمل كل بر، ما انت مكمل كل حاجه وانت لسه محتاج انك تكمل كل بر. كل خطوه من خطواتك كمال في كمال. يقول له برضه في معموديه التوبه نتعمد ونكمل كل بر وما نخليش حد يمسك علينا غلط، حتى لو ما كانش فيها غلط، لكن لا نعثر احدا في شيء. لا نعثر احدا في شيء. المسيح ما كانش مطالب بانه يدفع جزيه، لكن قال ندفع لهم لكي لا نعثرهم. ما نخليش حد تيجي له فكره خاطئه من جهتنا ولو عن غير وجه حق. لازم نمشي صح، نمشي صح، نكمل كل بر. قصة المعمودية أيضا تعطينا فكرة مهمة في عيد الغطاس عن المعمودية نفسها. معمودية يوحنا غير معمودية المسيح. معمودية يوحنا معمودية توبة. طب ايه هي معمودية المسيح؟ معمودية المسيح لها فاعلية عجيبة هي العجب كله. في مرقس 16:16 يقول من آمن واعتمد خلص. إذن المعمودية لها علاقة بالخلاص. من آمن واعتمد خلص، إذن المعمودية لها علاقة بالخلاص. وبعدين في أعمال 22:16 يوحنا الدمشقي، حنانيا الدمشقي بيقول لبولس الرسول: أيها الأخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. قم اعتمد واغسل خطاياك. بيقول لشاول الذي رأى المسيح رؤيا العين وسمع منه الدعوة الإلهية وصار رسولا للأمم وإناء مختارا، يقول له لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. شاول اللي تقابل مع المسيح كان محتاج انه يعتمد عشان يغسل خطاياه. يبقى فيه خلاص وفيه ايه؟ غسل خطايا. من أجمل الآيات عن المعمودية غلطية 3:27. غلطية 3:27 يقول إيه؟ لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. إيه لبستم المسيح دي؟ ده الواحد يقف قصادها كده مبهور. قد لبستم المسيح، لبستم الطبيعة الجديدة اللي قدمها المسيح، لبستم البر الذي أتى به المسيح، صرتم أعضاء المسيح، أعضاء في جسد. كلام عجيب. دي المعمودية الجبارة اللي أتى بها السيد المسيح، اللي أكتر من يوحنا، من معمودية يوحنا. في تيتوس 3:5 يقول غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. عملية غسل ميلاد، وفيها ميلاد ثاني.
وفي يوحنا 3 في كلام المسيح مع نيقوديموس يقول من يولد من الماء والروح، عملية ميلاد من الماء والروح. عجيبة الحاجات اللي موجود في المعمودية. وفي رومية 6 يقول ان المعمودية موت مع المسيح وقيامة معاه، مدفونين معه بالمعمودية، ان كنا قد دفنا مع المسيح نحيا معاه. وفي كولوس 2:12 يقول مدفونين معه بالمعمودية. ايات المعمودية عجيبة. انا نوبة في تحفيظ الايات ليكم، احفظ لكم شوية ايات عن المعمودية تحفظوها بالشاهد بتاعها. لذلك لما الرسل رأوا ان اهل افسس كانوا اعتمدوا بمعمودية يوحنا وما قبلوش يوحنا، معمودية المسيح عمدوهم، ان معمودية التوبة لا تغني عن معمودية المسيح، عمدوهم واعطوهم الروح القدس. وهنا تبقى المعمودية ايضا مقدمة لنوال الروح القدس، مقدمة لنوال الروح القدس، دي من اهميتها. ولهذا في اعمال 2:38 لما اليهود في يوم البنتيكوستي نخسوا في قلوبهم وامنوا بطرس، وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال اخوة، بطرس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس. يبقى بيعتمد لمغفرة الخطايا دي حاجة، وتمهيد لانه ينال الروح القدس دي حاجة تانية. نحن نفرح بالرب انه اعطانا المعمودية. المعمودية دي نعمة كبيرة، بنموت مع المسيح. واول واحد اعتمد بمعمودية المسيح في العهد الجديد هو اللص اليمين، لانه مات مع المسيح، مات فعلا. مش احنا عن طريق المعمودية بطريقة رمزية بنموت مع المسيح، ده مات فعلا مع المسيح. ده بولس الرسول قال مع المسيح صلبت بطريقة رمزية، لكن اللص بطريقة فعلية هو الوحيد اللي يقدر يقول مع المسيح صلبت. متهيألي بولس الرسول كان بيشتهي حكاية موقف اللص ده وياخد موقفه ويقول مع المسيح صلبت. فاعتبر صلبه مع المسيح وموته مع المسيح معمودية. احنا في هذا اليوم، يوم عيد الظهور الالهي، نهنئكم بالمعمودية ونهنئكم بالظهور الالهي. الابن في تواضعه يعتمد، والاب يعلن محبته للابن وسروره به، والروح القدس يحل عليه كحمامة. حلول الروح القدس هنا لمجرد تسليم الخدية، إنه مسح بالروح القدس للخدمة، مسح نبيا وملكا. وكاهنا. لكنه من جهة لاهوته هو ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل.
قبل كل الدهور. لكن هنا الروح القدس بيعلن مسحه للخدمة، والآب بيعلن سروره به. يا ريت في مناسبة هذا العيد تحفظوا الآية دي: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي كل مرة تقول لنفسك: كيف يا رب أصير ابنا حبيبا لك، كيف يا رب أصير ابنا حبيبا لك، وكيف يا رب أستطيع أن أنا أبهب قلبك وتسر بي وتبقى فرحان بي. الابن المناكف تعب قلب لأبوه وأمه، لكن الابن المطيع اللي بينفذ وصايا الأب والأم هو موضع سرور ليهم. وأيضا الابن الناجح في حياته موضع سرور لأبيه وأمه. عايز ربنا يقول لك: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. خليك مطيع وخليك ناجح في كل عمل صالح وفي كل عمل تمتد إليه يدك. خليك موضع سرور الآب، وعايز يسر بيك تحمل صليبك وتتبعه لكي يسر بيك. طبعا ده موضوع طويل مش وقته دلوقتي. اتفضلوا صح. Thank you.
الله الآب